السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هعلمك ازاي تستخلص الصور من اي فيديو عندك بجودة عالية جدا بدون ما تستخدم اي برامج. لو انت حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. قبل ما نبدأ الفيديو هوري لحضرتك تجربة انا عملتها على فيديو كان عندي واستخلصت منه صور بجودة عالية جدا. زي ما حضرتك شايف كده بعض من الصور انا هستعرضها ليك واوري لك مدى الجودة بتاعت الصورة. على سبيل المثال دي صورة من الصور، ممكن استعرض لك باقي الصور. زي ما حضرتك شايف كده دي مجموعة من الصور انا استخلصتها من فيديو عندي بجودة عالية جدا بدون ما استخدم اي برامج. طبعا ان شاء الله في الفيديو ده انا هعلمك ازاي تعمل الحكاية دي بمنتهى البساطة. كل دي صور انا طلعتها من الفيديو. طيب هنعمل ده مع بعض ازاي؟ انا عندي دلوقتي فيديو، الفيديو ده هو الجودة بتاعته جودة عالية جدا، تمام. انا طبعا هشغل ليك الفيديو، تمام، وهوري لحضرتك ازاي هستخرج منه الصور بالجوده العاليه ديت بدون ما استخدم اي برامج. كل اللي انا هعمله ان انا هقف على الفيديو اللي انا حابب ان انا استخرج منه الصور دي وابدا اضغط على فتح باستخدام، هبدا اضغط على فتح باستخدام واختار اللي هو تطبيق الصور اللي موجود في الويندوز، تمام كده، وانتظر لحد ما الفيديو يفتح معايا. زي ما حضرتك شايف كده الفيديو هنا فتح، هبدأ انا اقف على اللقطة اللي انا عايز اخد منها صورة، تمام كده هوت، واجي اختار الثلاث نقط اللي موجودين هنا على الجنب واختار حاجة اسمها حفظ اطار، تمام، وبعد كده اختار المكان اللي انا هحفظ فيه الاطار ده. ولنفترض مثلا ان انا هعمل فولدر جديد على سطح المكتب، اختار انا جديد واعمل فولدر واسميه، هيبقى طبعا الفولدر رقم 2، وحدد اللي هو الفولدر اللي هو رقم 2 واضغط على فتح واضغط على حفظ. زي ما حضرتك شايف كده جات لي رسالة بيقول لي ان هو تم حفظ اللقطة اللي انا اخترتها. طيب هبدأ امشي الفيديو مرة تانية وابدأ اختار اي لقطة تعجبني فيه واخد لها لقطة. هبدأ مثلا استعرض الفيديو، تمام كده هوت، هاجي عند اللقطة ديت، تمام، هوقف وابدأ اختار الثلاث نقط واضغط على حاجة اسمها حفظ اطار، تمام كده هوت، واضغط على حفظ. زي ما حضرتك شايف كده ظهرت لي الرسالة اللي بتقول تم حفظ هذه اللقطة. طيب هبدأ اشغل الفيديو مرة تانية، تمام كده هوت، هتعجبني اللقطة ديت، هروح موقفه وابدأ اضغط على حفظ اطار، تمام، واضغط على حفظ، تمام، هبدأ أشغل الفيديو وأكمل، تعجبني اللقطة دي هوقف الفيديو، هضغط على حفظ الإطار، تمام، واضغط على حفظ. زي ما حضرتك شايف الرسالة بتظهر لي كل مرة. طيب هبدأ أشغل الفيديو بتاعي مرة تانية لحد ما تيجي اللقطة ديت، اللقطة دي عجباني، أضغط عليها وأضغط على حفظ إطار، تمام، وأضغط على حفظ. نفس الرسالة ان تم حفظ الاطار بنجاح. هبدأ امشي الفيديو، هتيجي الصورة دي تعجبني، اضغط عليها واعمل حاجة اسمها حفظ اطار، واضغط على حفظ، وابدأ امشي الفيديو، تعجبني الصورة دي، تمام، هروح موقف الفيديو واضغط على حفظ اطار، تمام، وبعد كده اختار حفظ، تم الحفظ بنجاح. هبدأ اشغل الفيديو بتاعي مرة تانية، تمام، الصورة دي عجباني، اضغط على حفظ اطار، واضغط على حفظ، هبدأ امشي الفيديو مرة تانية، هتعجبني الصورة دي، اروح موقف واضغط على حفظ الاطار، واضغط على حفظ، هبدأ اشغل الفيديو، هتعجبني الصورة، اوقف واعمل حفظ اطار، تمام. وهكذا بقى حضرتك كل الصور اللي تعجبك ممكن تعملها بنفس الطريقة. نفترض الصورة دي اروح ضاغط برضو واعمل حاجة اسمها حفظ اطار، تمام، وهكذا.
اكمل تعجبني مثلا الصورة ديت، او هكمل شوية اجيب صورة تانية، هنتظر. عجبتني الصورة هوقف، هضغط على حفظ اطار، تمام كده، واضغط على حفظ. طبعا ان شاء الله اثناء عرض هذا الفيديو انا هعمل عليه تعمية عشان حقوق الطبع والنشر بتاع الفيديو، تمام. هبدأ اوقف بقى، خلاص انا مش محتاج، هدخل على اللي هو المجلد رقم 2 اللي انا اخترت فيه كل الاطارات اللي عجبتني، وابدأ افتح المجلد بتاعي ده، تمام. هلاقي كل الصور اللي انا خدتها. طيب هبدأ استعرضها، هقف عليها كليك يمين، تمام كده اهوت، واضغط على فتح باستخدام اللي هو الصور مرة تانية، تمام كده، وابدأ استعرض الصور اللي انا خدت لها لقطات زي ما حضرتك شايف كده. هبدأ استعرضهم بقى صورة صورة زي ما حضرتك شايف، صور طبعا خدتها بدون ما استخدم اي برامج وبجودة عالية جدا، تمام كده اهوت، وفي نفس الوقت ممكن استخدمها في حاجات كتيرة على جهاز الكمبيوتر بتاعي. هوري لحضرتك مثلا على سبيل المثال، انا مثلا الصورة دي تعجباني وعايز اخليها خلفية لجهاز الكمبيوتر بتاعي، هروح واقف عليها كليك يمين، تمام كده، واختار اللي هي تعيين ك، واخليها خلفية لجهاز الكمبيوتر بتاعي. لو انا قفلت كل ده وطلعت، هتصبح عندي خلفية في منتهى الروعة وبجودة عالية جدا لجهاز الكمبيوتر بتاعي زي ما حضرتك شايف كده. قدرنا ان احنا نستخرج الصور من قلب الفيديو بجودة عالية جدا، وكمان نستخدمها كإطار او كخلفية لجهاز الكمبيوتر بتاعي. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد، متنساناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.